علني عبثي. سكول حلو سلام حبيبتي. حلين يا ابونا. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركاته من الان والى ابد الابدين امين. فرحان اني اكون معاكم، وفرحان قوي ان انا اتعرفت على ابونا جرجس. اول مره اشوف ابونا، لكن من قبل ما اشوفه حقيقي انا اسمع عن ابونا حاجات حلوه كتير. فيا بختكم بالاباء، ويا بختكم بكنيستكم الجميله. لسه بقول لابونا كنيسه عريقه وحلوه قوي، والواحد لما بيشوف خدمتكم لسه بقول لابونا الواحد كانه لسه ما اترسمش ولسه بيحبي. يعني زي ما قلت ابونا قال، انا عارف ان ابونا جرجس بدا معاكم الاسبوع اللي فات القداس، وابونا دالكم اول جزء من القداس. اتكلم ابونا عن رفع بخور عشيه ورفع بخور باكر، اتكلم ابونا عن قداس الموعوظين اللي بيبدا بتقديم الحمل وبينتهي بايه؟ بالانجيل وبالعظه. هبدأ معاكم الجزء الثاني من القداس، هو قداس الايه؟ المؤمنين. قبل ما نبدأ في قداس المؤمنين، نقول في البداية خالص ان ما قبل قداس المؤمنين ده مهم جدا، لانه اعداد للي قدس ابونا بيقوله اللي هو الجوهرة في القداس اللي هي الأنافورة. للأسف الشديد ان في ناس كتير من الشعب اعتادوا ان هم يجوا في اخر جزء خالص ويظبطوا وقتهم على الايه؟ على الانجيل، ويقول لك اشكر ربنا انا حضرت الايه؟ الانجيل. لكن حقيقه الامر انك بتعد من بدايه رفع بخور باكر ورفع بخور عشيه كمان علشان توصل لانك تتناول جسد ودم رب يسوع المسيح باستحقاق. في بدايه قداس المؤمنين يبدا بقانون الايه؟ قانون الايمان. والحقيقه ان القداس هو أعظم عمل روحي أو أعظم ممارسة روحية ممكن نمارسها في حياتنا. يعني نقدر نقول ببساطة، رغم أن اجتماعكم ناجح جدا وخدمتكم ناجحة جدا، لكن لو اضطرتنا الظروف أن احنا ما نعملش اجتماعات في الكنيسة ونحتفظ فقط بالقداس، يبقى احنا عملنا كل حاجة. والعكس صحيح، لو عملنا كل حاجة وعملنا خدمات عظيمة جدا وما عملناش قداس، يبقى كل ده يتضرب في ايه؟ في صفر، ملهوش اي ايه؟ قيمة. يبدأ قداس المؤمنين بقانون الايمان. بس القداس هو عبارة عن رحلة للايه؟ للسماء. كلنا عارفين وتعلمنا ان الكنيسة تقول لنا ان القداس هو رحلة للايه؟ رحلة للسماء. في بداية الرحلة، في بداية قانون الإيمان، اعتبر نفسك ان انت هتركب طيارة، وقانون الإيمان دوت هو التفتيش او الاكس راي. عشان كده تلاقي ابونا في بداية قانون الإيمان بيكون غسل ايديه وينفض المية من ايديه، وكأنه بيعلن وبيؤكد ان اي حد مش على الإيمان اللي بيتلى دوت مش المفروض ان هو يتقدم لإيه؟ لجسد ودم رب المجد يسوع المسيح. في جزء ما قبل الأنافورة، وهنفهم يعني ايه كلمة أنافورة ديت. بس في جزء بسيط اللي هو ما قبل الأنافورة. الأنافورة تبدأ من اول ما ابونا يقول ايه؟ ارفعوا ايه؟ قلوبكم. الرب مع جميعكم، اين هي قلوبكم؟ او ارفعوا قلوبكم، ده الأنافورة. يبقى اذا ما قبل الأنافورة هو صلاة الايه؟ صلاة الصلح. صلاة الايه؟ الصلح. دي قبل الايه؟ الأنافورة. وكأننا واحنا هنسافر للسماء وهنركب الطيارة ديت، بعد الاكس راي على طول نلاقي عدينا على الايه؟ على الجوازات، مش كده؟ علشان يختموا لنا الايه؟ الباسبور، واقدر ادخل على الجيت اللي هركب بيه الايه؟ الطيارة. الجزء بتاع صلاة الصلح ده هو نعتبره الايه؟ جوازات هتختم على الباسبور بتاعي وتديني التأشيرة ان انا ايه؟ اطلع وادخل الجيت علشان اركب الطيارة وايه؟ واسافر. صلاة الصلح ديت فيها الكنيسة بتحكي لنا قصة الصلح اللي تم ما بين السمائيين والايه؟ والارضيين. وفي صلاة الصلح نلاقي ان الصلح دوت يكون الشعب مع الشعوب، والنفس مع الجسد، والايه؟ والسماء مع الايه؟ الارض. يبقى الصلح دوت ليه ثلاث ايه؟ ثلاث محاور. المحور الاول ايه؟ النفس مع الايه؟ الجسد، والشعب مع الايه؟
مع الشعوب والسماء مع الايه؟ مع الارض. ونفتكر عند صلاة الصلح الآية المهمة والمحورية اللي بتقول إيه؟ إن قدمت قربانك على المذبح وهناك تذكرت أن لأخيك شيء عليك، فإيه؟ اترك قربانك واذهب أولا اصطلح مع إيه؟ مع أخيك. معنى كده إنك لو ما اصطلحتش مع أخوك مش هيتختم الإيه؟ الباسبور. إذا أنت مش هتطلع الرحلة ديت، مش مسموح ليك وأنت مخاصم حد إنك تكمل في الرحلة ديت للإيه؟ للسماء. بعد كده نبدأ نركب الإيه؟ نركب الطيارة بعد صلاة الإيه؟ الصلح، علشان نوصل للإيه؟ للسماء. ودي بداية الأنا فورا. والأنا فورا كلمة من مقطعين، أنا وإيه؟ وفورا. كلمة أنا بمعناها إيه؟ طالع، وفورا يعني إيه؟ شايل، والاتنين على بعض معناهم الصعيدة، الحاجة اللي بتصعد. يبقى أنا يعني إيه؟ طالع، وإيه؟ وفورا يعني إيه؟ شايل، وهي الإيه؟ هي الصعيدة. طيب معنى كده ان القداس هيطلعني لفوق ويشيلني ويرفعني عن كل ما هو ايه؟ عن كل ما هو ارضي. يبدأ الانافورة بان ابونا يقول الرب مع ايه؟ جميعكم. يقول ثلاث نداءات او ثلاث جمل كده بساط. اول حاجة الرب مع جميعكم، الشعب يقول ايه؟ ومع روحك ايضا، ارفعوا قلوبكم هي عند الرب، فلنشكر الايه؟ الرب مستحق وايه؟ وعادل. طيب الثلاث جمل دولت بيعبروا عن العمود الفقري بتاع القداس كله. يعني ببساطة الثلاث جمل اللي اتقالوا دولت هم ملخص القداس كله في بداية الأنافورة. ليه؟ أول حاجة الرب مع ايه؟ مع جميعكم. القداس هو حضور الله بجسده ودمه وسط شعبه. عمانوئيل إلهنا إيه في وسطنا الآن، اللي هي أول جزء الرب إيه مع جميعكم. تاني جملة ابونا يقولها إيه؟ ارفعوا قلوبكم. وقلنا إن القداس هو اللي بيطلعني وبيرفعني للإيه؟ للسماء. تالت جملة يقول إيه؟ فلنشكر الرب. كلمة فلنشكر الرب باليوناني إفخاريستي سومين توكريو. إفخاريستي يعني إيه؟ يعني نشكر. يبقى اذا السر هو سر الشكر، او الافخارستيه هي سر الايه؟ الشكر. يبقى لما نقول الثلاث جمل على بعض، ان القداس هو حضور الله وسط شعبه، ثاني حاجه في القداس نرفع قلوبنا الى الله، ثالث حاجه ايه؟ نشكر الله اللي هو سر الافخارستيه. لو حطناها في جمله واحده نقول ايه؟ الله حاضر ونحن نرتفع للسماء لكي ما نقدم الشكر ايه؟ لله. هو دوت ايه؟ ملخص القداس الالهي. طيب ابونا هو القائد او هو المشرف اللي مسؤول عن الرحلة اللي احنا طالعينها، اللي هنوصل بها للايه؟ للسماء. خلاص اول ما قال ايه؟ ارفعوا قلوبكم، الطيارة بدأت ايه؟ تتحرك. فبدأ ابونا يمسك الميكروفون او المشرف ويقول لنا تعالوا بقى احكي لكم احنا رايحين فين وهنقابل مين، والمكان ده لغته ايه، والمكان ده فيه مين، مش كده؟ يبدأ يشرح لنا المكان دوت فيه ايه. فاول حاجة يبدأ يقول ايه؟ مستحق وعادل. ثلاث مرات يقول لانه حقا بالحقيقة ايه؟ مستحق وعادل. يقول ايه؟ الساكن في الاعالي. بيتكلم عن مين؟ عن ربنا. احنا رايحين للساكن في الايه؟ في الاعالي. الناظر الى المتواضعات، مش المتواضعين بمعنى فضيلة الاتضاع، لا، المتواضعات يعني الحاجات الايه؟ الصغيرة الايه؟ البسيطة. ايه مواصفاته تاني ربنا دوت؟ يقول الجالس على ايه؟ كرسي مجده، المسجود له من جميع القوات ايه؟ المقدسة. بعد كده يحكي المكان دوت اللي احنا طالعينه يا اعضاء الرحلة اللي طالعة للسماء، في ايه بقى؟ يقف امامه، عمال يوصف لنا، الملائكة ورؤساء الملائكة والرئاسات والسلطات والكراسي والأرباب والإيه؟ والقوات. يقول لك هناك بقى في إيه كمان في السماء؟ في الشاروبيم وفي الإيه؟ السرافيم. الشاروبيم دول ممتلئون إيه؟ أعينا، والسرافيم ذو إيه؟ الستة أجنحة. عمال يوصف لنا وإحنا رايحين السماء هنشوف إيه. فجأة لقينا نفسنا وصلنا للسماء،
فابونا يقول لنا اسمعوا وتعالوا نقول معاهم. السامعين دولت عندهم نشيد وطني سماوي اسمه ايه؟ قدوس قدوس. مش كده نبدا نقول ايه؟ الشاوبيم يسجدون. ده هو بيوصف كان ابونا بيوصف. بعد كده نسمع الشاوبيم بيقولوا ايه؟ قدوس 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 رب الصباوت. دي اسمها تسبيحة الشاومية او التسبيحة الايه؟ السماوية. كأنه النشيد الوطني الخاص بالايه؟ بالوطن او المكان اللي احنا ايه؟ مسافرين ليه. يكمل ابونا القداس بان هو يحكي لنا الحكاية من الاول. يقول لنا انتوا عارفين احنا رايحين السما ديت ليه؟ في ثلاث قطع يحكي لنا كل حاجة. يقول لنا انا هلخص لكم الموضوع. نسأله كأنه حد كده بيسأل ابونا بيقول له هو احنا ازاي رايحين السماء واحنا اطردنا منها؟ يقول له تعالى احكي لك القصة ايه من الاول. اصل المكان ده بتاعنا من الاول او اطردنا ليه، بس خلاص احنا اخدنا الجنسية ونقدر نرجع عليه مرة تانية. ويبدأ يحكي لنا القصة ايه من الاول في الثلاث قطع بطوع ايه؟ قدوس. يقول بالحقيقة ايها الرب الهنا الذي جبلنا وخلقنا. ابونا ايه بيحكي؟ ووضعنا في فردوس النعيم، وعندما خالفنا وصيتك بغواية الحية سقطنا ايه من الحياة الابدية ونفينا من فردوس النعيم. اللي حصل بعد كده فلم تتركنا عنك بعد الى الانقضاء، تعهدتنا دائما بانبيائك القديسين، وفي اخر الايام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت الى اخره. بعد كده يكمل القصة ويقول ايه؟ تجسد وتأنس وعلمنا ايه؟ طرق الخلاص. انا كنت قلت لابونا انا مش عايز اتكلم في الحركات الطقسية لانها كتير جدا، بس انا عايز اتكلم عن حركة طقسية جميلة قديمة بتتعمل في تجسد وتأنس. والحركتين دول صح، التسليمين صح، علشان لو شفنا ابونا بيعمل غير اللي انا بقوله ما نقولش ده صح وده غلط، الاثنين صح. وابونا بيفرش المذبح في البداية خالص، المستير او المعلقة بتتحط على المذبح، وفي بعض اباء يحطوها على كرسي الايه؟ الكاس. ده صح وده ايه؟ وده صح. لكن هتلاقوا في الخلاجي ان في كل وضع يد بخور يقول ايه؟ ويضع الكاهن يد ايه؟ يد بخور. كلمة يد يعني ايه؟ يعني يد يعني من الايه؟ من درج البخور على طول. اما يجي عندي يقول ايه؟ ويضع الكاهن البخور بالملعقة، والملعقة هنا مقصود بها الايه؟ المستير. فابونا لما يحطها فوق على كرسي الكاس تلاقي ابونا عمل حاجة جميلة قوي. بص الحركة الطقسية البسيطة ديت عشان تفتح نفسكم، لان احنا ندرس طقس كتير. عند تجسد وتأنس لقى ابونا راح اخد المستير وهو موجود على ايه؟ على كرسي الكاس. طب كرسي الكاس ده بيرمز لايه؟ للعرش، مش كده؟ طيب ياخد المعلقة من فوق وهي متغطية بالايه؟ باللفافة، يسحبها، وبعد كده يحط المعلقة او المستير دوت في الايه؟ في درج البخور، فياخد بخور. بعد كده يحط البخور فين؟ في الشوية. بعد كده ياخد المعلقة تاني او المستير ويمسحه ثلاث مرات بالايه؟ باللفافة. وبعد كده يرجعه مرة تانية ايه؟ مكانه. ايه المقصود من الكلام ده يا ابونا وليه؟ الحركة الطقسية دي حركة طقسية قديمة شرحها قبل كده المتنيح الانبا بشوي، وشرحها الانبا غريغوريوس قبليه. الكنيسة لانها ام بتشرح لنا الطقس بطريقة بسيطة قوي، تقول لنا ان المستير بيرمز للايه؟ للمسيح له كل المجد، او اقنوم الكلمة بمعنى ادق. عند التجسد يقول ايه؟ تنازل وتجسد، مش كده؟ والبخور دوت بيرمز للايه؟ للالم اللي اجتازه المسيح. وبعد كده يتحط البخور في بطن الشوية، والشوية بترمز لمين؟ لبطن العذراء. تفوح رائحة زكية. وبعد كده أبونا يبدأ يمسح المستير إيه؟ كم مرة؟ ثلاث مرات، علامة على أن المسيح نفض الألم بعد ما اتدفن في القبر كام يوم؟ ثلاث أيام، وقام في اليوم الإيه؟ الثالث، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين الإيه؟ العظمة. شفتوا حركة طقسية صغيرة شرحت عقيدة كبيرة جدا.
يكمل أبونا القصة بتاعة رحلة السماء ويقول أصل المسيح بقى ما سبناش، أو الله يعني ما سبناش، لم يتركنا أيضا بعد إلى الانقضاء، بل تعهدتنا بخلاصك. بعد كده يقول تجسد وإيه وتأنس وأنعم لنا بالميلاد الذي إيه من فوق. وطالما أنعم علينا بالميلاد الذي من فوق، هنا بقى إيه رجعنا مرة تانية ناخد الجنسية والمواطنة الإيه السماوية، علشان كده لينا الأحقية إن إحنا نطلع الإيه نطلع الرحلة ديت. ويكمل القطعة الأخيرة، وقام من الأموات وفي اليوم الثالث صعد إلى السماوات وجلس عن يمينك أيها الآب، وحدد أو رسم يوما للمجازاة هذا الذي يظهر فيه ليدين المسكونة إيه بالعدل. حقيقة القداس كله رحلة للسماء، والقداس كله بيحكي حياة رب المجد يسوع المسيح على الأرض، وألامه وموته وإيه وصلبه، صلبه وموته وقيامته وإيه وصعوده للسماء ومجيئه لإيه التاني كمان. بعد كده نصور بقى ونقول له إيه كرحمتك وليس إيه كخطايانا، وكأننا بنقول له بص يا رب عايزين نتفق اتفاق، طالما انت هتيجي والدين العالم، انت لو ادنت العالم بالعدل فقط وبدون الرحمة انا هروح فين؟ عايزين نتفق على اتفاق كرحمتك وليس ايه كخطايانا. فمهم قوي ان انا في القداس في الجزء دوت بكل خشوع اصرخ واقول له ايه كرحمتك وليس ايه كخطايانا. الجزء اللي جاي بقى دوت اسمه الجزء التأسيسي. الجزء الايه التأسيسي، ايه الجزء التأسيسي؟ في كل سر وفي كل الليتورجية في الكنيسة في جزء اسمه الجزء التأسيسي. يعني ايه الجزء التأسيسي؟ ده الجزء الكتابي اللي ذكر في الكتاب المقدس اول لما مارسه رب المجد يسوع المسيح. عشان كده نلاقي في الجزء التأسيسي دوت يقول ابونا ايه ووضع لنا هذا السر العظيم الذي ايه للتقوى، ويبدأ ابونا يغسل ايديه بالإيه؟ بالبخور، ويقول لأنه فيما هو راسم أن يسلم نفسه للموت عن حياة الإيه العالم. وكأننا وصلنا للسماء وفجأة بصينا لقينا المسيح قاعد والتلاميذ حواليه وفي قداس، والمسيح هيناول تلاميذه وقول له أنا كمان ممكن أتناول يا رب معاهم، يديني هذه الإيه هذه الأحقية لأننا أصبحت إيه مواطن سماوي. يكمل أبونا الجزء التأسيسي دوت كله هو الجزء اللي عمله رب المجد يسوع المسيح وهو موجود على الأرض، ينتهي بحلول الروح القدس. أول ما الشماس يقول إيه اسجدوا لله بخوف وإيه ورعدة، تلاقي أبونا في الجزء دوت يقول صلاة استدعاء الروح القدس عشان يحل الروح القدس على الأربانة ويحل الروح القدس على عصير الكرمة أو الخمر فيتحول لجسد ودم رب المجد يسوع المسيح. وتلاقي أبونا في اللحظة دي بيقول اللي احنا بسرعة شوية، وهو أو بمعنى أدق بيرشم بسرعة علشان في الوقت دوت خلاص هيتحول الأربانة أو الحمل لجسد المسيح والخمر لدم المسيح. تلاقي أبونا يقول ايه وهذا الخبز يجعله جسدا، وبعد كده ابونا ما يرشمش تاني. لاحظوا ان ابونا هيرشم دلوقتي الأربانة، واول ما يقول جسد يتحول الحمل او الأربانة لجسد الايه المسيح، فيقول ايه وهذا الخبز يجعله جسدا مقدسا له. كلمة جسد، اول ما ابونا يقول جسد الروح القدس يحول الأربانة لإيه؟ لجسد المسيح. وهذه الكأس أيضا دما، الروح القدس يحول لإيه؟ عصير القرمة لدم المسيح. وأبونا ما ينفعش يرشم من الآن فصاعدا. وتلاحظوا أن أبونا في آخر القداس لما يقول السلام لجميعكم خلاص إيه؟ ما يرشمش، ولكن أبونا يبعد عن المذبح ويرجع لورا علشان المسيح بنفسه هو اللي هو اللي يرشم الشعب، لانه الكبير هو اللي بيبارك. يعني ما ينفعش يكون البطرك موجود وفي اسقف معاه صليب، مش كده؟ ما ينفعش الاسقف يبقى موجود وابونا ماسك ايه صليب. ما ينفعش المسيح بنفسه يكون موجود والكاهن ايه يمسك صليب او ايه او يرشم.
بعد حلول الروح القدس ويتحول تتحول القربانة لجسد المسيح ويتحول الكأس لدم المسيح، الكنيسة تبدأ إيه؟ تطلب الطلبات أو الأواشي، وتلاقي الكنيسة طلبت من المسيح كل حاجة يتخيلها أي حد، سلام الكنيسة والبطرك والقمامصة والخصوص والشمامسة والأهوية والزروع والمياه، وخلاص العالم كل حاجة تخطو إيه على بالك الكنيسة بتصللها، ويقول دبر إيه، دبر حياتنا كما يليق. وفي آخر الأواشي يبدأ أبونا يقول آخر أوشية هي أوشية الإيه؟ القرابين. ولأن الكنيسة هي أعضاء جسد المسيح، ولأن الكنيسة على الأرض متصلة بالكنيسة في السماء، والكنيسة على الأرض نسميها الكنيسة الإيه؟ المجاهدة، واللي سبقونا وسفه السماء نقول عليهم الكنيسة الإيه؟ المنتصرة، والتعبير ده مظبوط وإن كان تعبير غربي بس الكنيسة بتستخدمه. لكن التعبير الشرقي أو الأرثوذكسي أن الكنيسة لها جدر ولها إيه؟ ولها ساق ممتد من الأرض للإيه؟ للسماء، والتعبيرين مظبوطين. الكنيسة في الوقت دوت توضح لنا أن في شركة بين السمائيين والإيه؟ والأرضيين، علشان كده تبدأ الكنيسة تذكر أسماء كل القديسين بداية من أمنا العذراء مريم. خلي بالكم أن المجمع بيعلن عن إيمان الكنيسة، بمعنى إيه؟ تلاقي في المجمع إيه؟ العذراء ويوحنا المعمدان ومريمورس وديسكوروس. هل ينفع نلاقي نسطور وأريوس مثلا؟ فاش. لو أنت في بلد غريبة ودخلت كنيسة وأنت مش واخد بالك الكنيسة ديت إيه وسمعت قالوا نسطور، هتعمل إيه في المجمع بتاعهم؟ هجري، همشي، الكنيسة دي إيه؟ مش كنيستي، مش كده؟ إذن المجمع يعلن عن إيه؟ عن إيمان الإيه؟ إيمان الكنيسة. طيب، بعد ما الكنيسة تخلص الأواشي والطلبات والمجمع، يبدأ آخر جزء في القداس المؤمنين كلم عن الإيه؟ عن الإسمة. ولاحظوا أن الإسمة بقى فيها يتقسم جسد المسيح، أو بمعنى آخر يتمزق الجسد بيد الإيه؟ بيد الكاهن، والجزء دوت يمثل آلام المسيح. عشان كده حتى لو إحنا في العيد نفسه، في عيد القيامة ولا حتى ولا في عيد الميلاد، تلاقي إنه اللحن إيه؟ حزين، مش كده؟ تعالوا نقول كده كرياليسون ونشوف اللحن ده عامل إزاي. كرياليسون كرياليسون كرياليسون، ده لحن ايه؟ حزيني خالص حتى لو احنا ايه؟ في العيد، علشان في الوقت دوت ايه؟ جسد المسيح ايه؟ بيتقسم او بيمثل الام المسيح. بعد الاسم الاعتراف، وفي ابونا بيعترف ان دوت جسد ودم المسيح، ويعترف الى النفس الايه؟ الى النفس الاخير. عايز اقول لكم بقى في اخر الكلمه، يعني او احنا قلنا ملخص كده الجزء بتاع قداس المؤمنين، بس عايز اقول لكم روعه واهميه القداس في الكنيسه. زي ما قلت لكم في البدايه خالص، قلت لكم ان القداس هو ايه؟ هو اهم عمل روحي ممكن تقوم بيه عموما. يعني انت لو عملت كل حاجه في ممارساتك الروحيه لكن انت مش مواظب على القداس، اعلم ان اللي انت بتعمله دوت ليس له ايه؟ قيمة. عارف ان منكم كتير خدام، لو انت كخادم او انت كخادمة اهتميتوا بدرس الكتاب وده مهم جدا، واهتميتوا بالالحان وده مهم جدا، واهتميتوا بالنشاط والكورال والنادي والرحلة وكل حاجة كل حاجة، وما اهتمتش بانك تاخد ابنك او تاخدي بنتك للقداس ويشوفك وانت واقف في القداس، اعلم ان خدمتك ليس لها ايه؟ قيمة. او انت بتيجي يوم الجمعة مثلا الخدمة بتاعتك وانت مش حاضر القداس، اعلم ان انت ايه؟ مش نموذج جيد، لان الاية تقول من اجلهم اقدس انا ايه؟ ذاتي. من اجلهم اقدس انا ذاتي. ليه القداس اهم حاجة في الكنيسة؟ لاننا من خلال القداس بنتحد بالايه؟ بالمسيح. من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وانا ايه؟ وانا فيه. الاتحاد بالمسيح هو الهدف
مش بس الهدف اللي انا ارنو ليه، ده هدف، ده تجسد المسيح. انا لا ابالغ لو قلت السؤال كده، لماذا تجسد المسيح؟ ببساطة الاجابة هتبقى في كلمة، لكي ما ايه؟ يخلصنا، مش كده؟ اقول لك في اجابة تانية على فكرة، ايه هي؟ تجسد المسيح علشان ايه؟ عشان ناكل جسده ونشرب دمه، عشان نتناول. تخيل كان ممكن المسيح له كل المجد يخلصنا باي طريقة. ويمكن السؤال دوت اعتدنا ان احنا نسمعه من اخواتنا غير المسيحيين، يقول لك يعني كان لازم ان ربنا يتنازل من السماء ويتجسد، ما كان ممكن يخلصنا باي طريقه. هتقول له علشان المسيح، تقول له بقى قصه الخلاص كلها ممكن ما يقتنعش بيها، بس صدقني الاجابه القويه جدا والمقنعه، لكي ما اتناول جسد ودم المسيح. جسد المسيح مش جسد حي فقط، لكن نقول عليه جسد ايه؟ محيي، مش كده؟ هو جسد ايه؟ محيي. فالجسد المحيي دوت هو محيي ليه؟ لانه متحد بالايه؟ باللاهوت، مش كده؟ ناسوته لم يفارق لاهوته ايه؟ لحظة واحدة ولا ايه؟ ولا طرفة عين. لاهوته لم ينفصل عن ناسوته لحظة واحدة ولا ايه؟ ولا طرفة عين. عشان كده الناسوت ده ناسوت ايه؟ حي فقط؟ لا، ده حي ومحيي ايضا، مش كده؟ عشان كده انا لما باخد الجسد المحيي دوت وبتناول جسد المسيح المحيي، يصير فيا ايه؟ قوة، مش كده؟ يصير فيا ايه؟ قوة. من يأكل جسدي ويشرب دمي ايه؟ يثبت فيا وانا ايه؟ وانا فيه. من يأكل جسدي ويشرب دمي له حياة أبدية، وانا اقيمه في اليوم الايه؟ الاخير. مش هنوصل للسماء الا لما نكون متحدين بالايه؟ بالمسيح. ومش هتتحد بالمسيح الا لما ايه؟ تتناول جسد. عارفين لما كنا بناخد في الرياضة بما ان، اذا مش كده؟ بما ان انا مش هوصل السماء غير لما اتحد بالمسيح، اذا لابد ان انا اتناول جسد ودم المسيح لكي ايه؟ ما اتحد بيه فوصل السماء، مش كده؟ فالقداس هو اعظم عمل ايه؟ عمل روحي. في تشبيه لذيذ كده، هو يقول لك المسيح اعطاك جسده ودمه علشان يثبت فيك وانت تثبت فيه، عامل زي البطارية البيلت ان. عارفين انتوا اللابتوب مثلا، كان زمان بقى الكمبيوتر ليه ايه؟ سلك، والسلك دوت لو حد شده وانت مش مسيف الايه؟ الحاجة اللي عملتها كل حاجة ضاعت، مش كده؟ ولو النور قطع ولو النور ما قطعش، تقدمنا وبقى فيه ايه؟ فيه بطارية موجودة في اللابتوب او في الموبايل، بيلت ان موجودة على طول. بس البطارية دي هتفضل مشحونة على طول؟ مصيرها ايه؟ مصيرها تفضل لازم ايه؟ لازم تتشحن. انت روح ربنا ساكن فيك، بس خلي بالك انت لازم تتشحن، زي ما قدس ابونا بيقول، على الاقل على الاقل مرة في الاسبوع تحضر ايه؟ تحضر القداس. اللي يقدر يحضر كل يوم يحضر القداس، علشان ايه؟ علشان احيا بالمسيح واثبت في الايه؟ في المسيح. ملخص كده سريع اللي احنا قلناه، قلنا انه اعظم عمل بنعمله في حياتنا الروحية هو الايه؟ هو القداس. ليه؟ لاننا بنتحد بالايه؟ بالمسيح. ومش هندخل السماء، مش هنوصل للسماء الا واحنا متحدين بالايه؟ بالمسيح له كل المجد. قلنا كلمة انا فورة من مقطعين، انا يعني ايه؟ طالع، وفورة يعني ايه؟ شايل، ومعناها ايه؟ الصعيدة. ما قبل الانافورة هو ايه؟ قانون الايمان وايه؟ وصلاة الصلح. قلنا قانون الايمان واحنا رايحين كده هوت مسافرين للسماء، قانون الايمان ده بيمثل الايه؟ الاكس راي اللي احنا بنعدي عليها. وبعد كده يا الله العظيم الابدي وصلاة الصلح بتمثل الايه؟ التأشيرة او الجوازات. مش هينفع تتناول من جسد دم ربنا يسوع المسيح الا ايه؟ الا وانت مصالح الكل، وعندك تصالح مع نفسك ومع الاخرين، ومصالح ربنا نفسه وتايب عن خطاياك. بعد كده نبدا الانافوره اللي هي تبدا بايه؟ الرب مع جميعكم، ارفع قلوبكم، فلنشكر الرب. قلنا الثلاث جمل او الثلاث نداءات دول بيمثلوا الايه؟ القداس. الرب مع جميعكم، لان القداس هو حضور المسيح وسط ايه؟ وسط شعبه. ارفعوا
قلوبكم، احنا بنترفع للسماء بالقداس فلنشكر الرب. هو سر الإفخارستية اللي هو ايه؟ سر الشكر. يبدأ ابونا يحكي لنا الحكاية من الاول والاخر، يقول لنا احنا طالعين السماء، احنا كنا اتطردنا ولكن راجعين تاني، لانه ايه؟ لاننا اتولدنا من جديد من خلال الايه؟ المعمودية. ويحكي لنا كل الحكاية ويقول لنا السماء فيها ايه؟ فيها المسيح، فيها القديسين، فيها الشاوبيم والسرافيم. بعد كده يبدأ الجزء الايه؟ التأسيسي، اللي هو بينتهي بايه؟ بحلول الروح القدس على الخبز وعلى الخمر، ويتحول لجسد ودم الايه؟ المسيح. الكنيسة تفرح قوي بوجود المسيح، تقول ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، تبدأ تقول الايه؟ الطلبات او الاواشي كلها. بعد كده نصلي الايه؟ المجمع اللي فيه شركة السبائين مع الايه؟ الارضيين. وبعد كده نختم بالايه؟ بالاعتراف. وقبلها كانت الايه؟ القسمة اللي فيها اللحن بيكون حزيني، لان المسيح ايه؟ بيتقسم او بيتألم في الوقت دوت. وبعد كده الاعتراف، ونتناول من جسد ودم ربنا يسوع المسيح. انا قلت بنورمة سريعة قوي عشان الوقت بتاعكم. لو حد عنده سؤال، انا عارف ان انتم بتخلصوا 9 لـ5، ففي 5 دقايق حد عايز يسأل اي سؤال تفضل. اسمك ايه؟ مونيكا بتقول سؤال جميل، بتقول هو احنا في القداس بنسرح ومش بنركز احيانا، ايه التدريب او ايه الحاجة اللي نعملها؟ ببساطة جدا جدا، رقم واحد علشان تعيش افهم. فلو كنا النهاردة ابونا جرجس المرة اللي فاتت والنهاردة قدنا لكم كده كلام سريع عن القداس، من فضلك نبحث اكتر، لانه في حاجات كتيرة قوي حلوة في القداس، بس الوقت مش ما فيش اتساع للوقت ان احنا نقول كل حاجة. هتلاقي ان القداس فيه حاجات جميلة قوي، هتقدري تركزي في كل حركة عصية ابونا بيعملها. حاضر. تاني حاجة نحفظ ونقول، لو الحجة ان احنا مش حافظين قبطي، غالبا بنسبة 80% من الاباء الكهنة حرموا يصلوا قبطي للأسف، مش كده؟ بقينا بنصلي عربي، وابونا لما يشتاق كده يقول حاجة قبطي تلاقي الناس، لا احنا بنقول عربي مفيش مشكلة، بس نقول. وكل الكنائس تقريبا بقى فيها ايه؟ شاشات. فمن فضلك قول. اهرب يا مونيكا وكل حد فينا من حاجات مهمة قوي. اهرب من الكلام في القداس، اهرب من الادانة في القداس. يعني ايه الادانة في القداس؟ ابونا الوعظة بتاعته مش حلوة، ابونا الطبقة بتاعته عالية، ابونا الطبقة بتاعته واطية، ابونا بيقول قبطي، ابونا بيقول عربي، الشماس عمل كذا، فلانة بصوا جاية متأخر، فلانة واقفة في الدكة اللي قدام، فلان بيعمل ايه؟ كل دوت ايه؟ تشويش، مش كده؟ اختاري مكان تقفي فيه يبقى محبب ليكي جدا. في حد يركز قوي وهو قدام، في حد يتشتت قوي وهو قدام، مش كده؟ يبقى نشارك في القداس، لانه الحقيقة الخلاجي مكتوب فيه ايه؟ يقول الكاهن، والحمد لله بيقول الكاهن، مش كده؟ يقول الشماس، نشكر ربنا في شماس بيقول، يقول الشعب، هو فين الشعب؟ مش كده؟ تلاقي يعني ايه؟ الشعب جاي ايه؟ مستمع وايه؟ متفرج. لا، اشارك في القداس. اتفقنا؟ حاجة اخيرة معلش، اسأل نفسك واسألي نفسك، هو قبل القداس انا بعمل ايه؟ قبل القداس من امتى يعني؟ بالليل امبارح، يا ابونا اتفرجت على المسرحية ومسلسل رمضان ومش كده؟ ما استعدتش للايه؟ للقداس، فانا جاي مش مهيئ للقداس يا مونيكا. اتفقنا؟ السؤال التاني. المفروض احنا بنستعد للقداس من عشية، ليه في الصيام الكبير ليه ما بتصليش عشيات كل يوم او ايه؟ ببساطة جديدة، علشان في الصوم الكبير بالذات القداسات بتكون ايه؟ متأخرة، فمش بنصلي عشية، ولذلك بنستعيد عنها بان احنا بنصلي ايه؟ كل المزامير. يعني في باكر قبل رفع بخور باكر بنكون صلينا مزامير باكر، ونصلي بقى قبل القداس 3 و6 و9 وغروب وايه؟ ونوم، لاننا استعدنا عن العشية، لان القداس تزللي او بنتأخر في اصوام
بنخلص القداس متأخر، هو ده السبب. حد عنده أي أسئلة تانية؟ أشكركم لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى أبد الأبدين، آمين. نشكر أبونا داود، أبونا داود ملاك، ملاك كنيسة العذراء وماري يوحنا باب اللوق. رحلة القداس يا أولاد حاجة عملي، مش هينفع في الوعظة، يعني إحنا عايزين ندوقها حلو نحضرها.